انا دلوقتي بس عرفت بعد كام سنة جواز ليه ماما بتقول لي اوعي تغضبي من جوزك وتسيبي له العيال، الراجل ملوش مرار. ما كنتش فاهمة الجملة دي، انا فهمتها النهاردة بس. او ربنا، عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الاخبار؟ والله وحشتونا من الفيديوهات اللي فاتت. تعالوا جنبي في الفسحية كده لما نلطم جميعا. اه هنلطم سويا. ليه يا اولاد هنلطم سويا؟ على اللي بقى بيحصل في الدنيا. اصل انا مش عارفة والله احنا رايحين لفين. يأجوج ومأجوج اتأخروا علينا قوي يا جماعة والله. ايه اللي احنا بقينا بنشوفه ده؟ ايه ده، في ايه؟ هو كل واحد يزعل مع مراته يخلص على العيال. ده بعد كده يعني مش هيبقى في اطفال في البلد، لان خناقات الازواج بسم الله ما شاء الله يعني دي مستمره، ده عرض متواصل 24 ساعه. النهارده في الفجر في اليوب شهدت مدينه اليوب واقعه مروعه زي ما بيقولوا. هتقولي لي يا رباب انت يعني مبتسمه ليه كده وانت بتحكي مصيبه لناس؟ اقول لكم ان انا مش مبتسمه ولا حاجه، والله انا زعلانه وقرفانه من اللي حاصل، ولكن يعني الضحك احسن من العياط. يعني العياط مش هيجيب حاجه، خلاص اللي حصل حصل، والواحد بقى يعني مستغرب من اللي بيحصل في الدنيا. يعني الدنيا بقت ماشيه بالشقلوب، الواحد لما عيله بيتخدش بيحس ان قلبه كده اتعور، يعني ده لو خدش بس. فما بالكم ده اب قام في الفجر بدل ما يقوم كده يصلي يقرا قران يدعي لاولاده ان ربنا يحفظهم له ويخليهم له، لا ده قام في الفجر خلص على اولاده الاربعه. شوفوا الجبروت سقاهم عصير قصب وحط فيه مخدر ونايم الاربعه، ويا ريتهم اطفال، دول بسم الله ما شاء الله شباب. واحد عنده 21 سنه الكبير، وبنوته تانية كانت منتظره نتيجه الثانويه العامه عندها 18 سنه، والتالتة عندها 15 سنة، والأخرانية يا عيني صغنونة خالص من دور مازن عندها 10 سنين. يعني ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم. طب إيه اللي يخلي أب، المفروض إن هو اسمه أب يعني، يعمل كده في ولاده؟ يعني المفروض إن هو أب، يعني متخيلين؟ يعني بقول لكم ده لو الواحد عيله اتخدش يحس إن قلبه موجوع، ده قام يخلص على الأربعة يذبحهم؟ لا ومش بس كده، بعد ما ذبحهم صورهم فيديو وبعتوا لاخوه وبعتوا لمراته وبعتوا لاهلها. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ كل ده عشان مراتك زعلانه منك؟ كل ده عشان هي سايبه لك البيت؟ لما سالوا اخت الزوجه قالت ان هم حياتهم كلها نكد في نكد، في مشاكل، في خناق، في ضرب، في قله ادب. هو عامل كان بيشيل حاجات في سوق العبور، وبعد كده اشتغل على توك توك، وبعد كده اشتغل في تربية المواشي او التجارة في المواشي، يعني مش نافع في شغلانة زي ما بيقولوا، لدرجة ان هي اشترت له توك توك عشان يشتغل عليه، وكان هو بيشرب مخدرات، ما هوش نافع في اي شغلانة طبعا. فكان على طول بيتخانق معاها، واخر خناقة دي بقى اللي هي كانت فيها النهاية كسر لها ايديها، مركبه 13 مسمار وعامله عمليه وشرايح، وايديها مش نافعه، وقاعده عند اهلها بقى لها 7 شهور، ورفع عليه قضيه خلع. طبعا هو يسكت؟ ما يسكتش، عايزها ترجع، هي مش عايزه ترجع ومصممه خلاص على الخلع ولا يمكن تعيش معاه. حتى البنت اللي كانت في اعدادي اللي هي 15 سنه ما ودهاش الامتحان، وكان سايبهم كده على الله حكايتهم يعني. يعني يا ترجعي تقعدي باولادك يا اما ايه، هيروحوا في داهيه. طبعا الزوجه من كتر المرار الطافح اللي هي شايفاه معاه ما رضيتش ترجع، وفضلت متمسكه بموقفها عند اهلها، خصوصا بعد اخر خناقه. ودي مش اول ولا يعني خناقه عابره كده، لا يعني بحكايات اخت الزوجه ان كان في خناقات كتير جدا، كلها ضرب وكلها تكسير وكلها بلاوي سودا على دماغه ودماغ اللي خلفوه. المهم اخر حاجه دي اللي هي رفعت عليه قضيه خلع، فقال لها ارجعي يا اما هموت لك الاربع عيال. طبعا هي ما خدتش في بالها ولا اخدت في دماغها الكلام اللي هو بيقوله ده. قال لها ولو رجعتي هموتك معاهم، هخلص منكم كلكم. فكانت مش مصدقه الكلام اللي هو بيقوله. اخت الزوجه بتقول ان هو قبل يوم الواقعه اتصل على حماته اللي هي امها، وقال لها انا هخلص على الاربع عيال. فقالت له هم دول فرخه ولا هتخلص على ايه؟ بطل الهزار السخيف ده وقفلت في وشه التليفون. طبعا محدش اخد كلامه بعين الاعتبار لغايه يوم الواقعه في الفجر الصبح، راح قتلهم وراح مصور الفيديو وبعته لاخوه وقال له انا خلصت على العيال، وبعت للزوجه هي كمان الفيديو واتصل عليها وقال لها انا خلصتك منهم وحصرتك عليهم، واوعدك ان شاء الله ان انت هتلحقيهم قريب، ولو رجعت هقتلك انت كمان،
واكيد اكيد ان انا هخلص منك وهرتاح منكم كلكم. وقفل التليفون على كده. الزوجه واهلها واخوه واهله وكلهم راحوا، لقوا فعلا ان هو خلص على الاربع عيال وان هو ذبحهم كلهم. يعني بسم الله ما شاء الله، والله العظيم يعني انت انسان، مش هنقول عليك انسان، انت يعني حتى ما ترقاش لمشاعر الحيوان، لان حتى الحيوان بيخاف على اولاده، لكن انت يعني ما حصلتش حتى درجة الحيوان. حيوان عنده احساس، انت يعني خلصت عليهم بدم بارد وخرجت وسبت البيت عادي جدا عشان تهرب، ولكن الحمد لله ان هو يا جماعة اتمسك. وبسؤاله في المباحث قال لهم انا يعني نفسيتي تعبانة وهي ما تحملتش ظروفي المادية، انا خسرت في التجارة اللي كنت بشتغل فيها، فطالما هي ما تحملتنيش فانا رحت مخلص لها على الاربع عيال وحصرتها عليهم وكنت اخلص عليها هي كمان، طالما هي ما تحملتنيش فانا خربت البيت على الكل زي ما هي خربته. لا هي ما خربتش البيت، هي كانت عايزة تخلص من جوازة فاشلة، كانت عايزة تخلص منك، ولكن للأسف غلطتها ان هي سابت الاربع عيال. طبعا هي سايباهم، ما هماش اطفال، دول شباب يا جماعة، يعني معتمدين على نفسهم، يعني بسم الله ما شاء الله الكبير 21 سنة، ولكن برضو بسؤال اختها قالت ان الكبير في دنيا تانية خالص زي ابوه كده، يعني برضو ضايع، والبنات لا حول ليهم ولا قوة. فهي كانت سايباهم شباب كبار، ما هماش عيال صغيرة، ولكن ده نتيجة الاختيار الغلط، يعني نتيجة برضو سوء الاختيار، وقعت عيني على دماغ العيال. يعني اما هو متنيل بيشرب، ما تقوليش ان هو شرب بعد الجواز، لا ما اعتقدش. ليه؟ لان الجواب بيبقى باين من عنوانه، الجواب بيبقى باين من عنوانه. لو هو متربي ومحترم وبيصلي ومن عيلة وابن ناس، مش مهم يكون متعلم او فقير، مش مشكلة خالص، ممكن يكون جاهل وفقير ولكن عارف ربنا سبحانه وتعالى وبيصلي وبيتقي الله وتربية اهله محترمة، فلا يمكن ان هو يسلك الطريق ده، ولكن كان اكيد الجواب باين من عنوانه وانت غلطتي نفسك. فالام طبعا اول ما سمعت الخبر فضلت تصوت وتصرخ، وبعد كده دخلت في حالة صدمة تامة، ما بتنطقش وما بتتكلمش ومش مستوعبة اللي حصل، مش مستوعبة ان الاربع عيال في ثانية كده راحوا منها. ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم، مفيش اي كلام في الدنيا ممكن يخفف المصيبة دي، يعني هو لو ربنا بيحبها يفتكرها معاهم، لان دي اكيد هتعيش معانا في الدنيا زي اكنها مش في الدنيا، يعني هتموت كل ثانية بالبطيء، خصوصا ان اخوال الناس كمان يعني اللي بتحكي عن الواقعة واللي شافوها بنفسهم قالوا ان في عيال من ضمن الاربع عيال كان فاصل راسهم عن جسمهم، فاكيد التفاصيل دي كلها اتحكت ليها، وهي شافت اصلا الفيديو لما اتبعت لها وشافتهم كلهم الاربعة غرقانين في دمهم وهو بدم بارد عادي جدا بيصور. يعني ما تقوليش ان ده عنده حالة نفسية او ان هو مش دريان بالدنيا او تحت تأثير المخدرات، لا ده كان مخطط للجريمة. يعني بسؤال اخت الزوجة كمان قالت يعني ده انت تقعد معاه عقله يوزن بلد وبيقرأ كتير، يعني متعلم، فده ما اعتقدش ان هو يعني لا مريض نفسي ولا هو مش في الدنيا ولا هو كان تحت تأثير المخدرات، لا يا جماعة ده كان مرتب للجريمة بتاعته ومرتب ليها كويس جدا، من اول ما راح اشترى عصير القصب وحط فيه المخدر ونيمهم ورتب للجريمة جاملة، حتى بعد ما قتلهم يعني ما قصبوش نوبة من الهلع كده ولا الفزع من الدم ولا اولاد ولا بتاع، لا ده صورهم عادي جدا بهدوء وكلمها وقال لها لو جيت انت كمان هخلص عليكي، ووعد مني ان انا هخلص عليكي برضو وهتلحقي بيهم قريب، وبعت لاخوه، يعني هو واعي ومدرك للي عمله ومستوعب هو عمل ايه ومش فارق معاه، بالنسبة له ده حاجة عادية، هي خربت البيت فانا خربت على الكل، اخربوا على الكل كنت طلقها يا عم الحاج، ما كنتش تخلص على العيال، كل واحد يتخانق مع مراته يقوم رايح مخلص على العيال. يعني احنا اعتدنا قبل كده وشفنا ناس يعني رجال اعمال وخلصوا على اولادهم، قالوا لك عشان احنا افتقرنا واحنا عايشناهم في مستوى معيشي معين، فما كانش يعني صعبانين علينا، صعبانين علينا ان احنا نسيبهم في الفقر، صعبانين علينا ان بعد المستوى الراقي ده ينزلوا يبقى معهمش فلوس ويبقى عيشتهم وحشة، فخلصنا عليهم عشان نريحهم من الفقر. لكن سيادتك خلصت عليهم عشان تريحهم من ايه بالظبط؟ يعني انت بتقول انا خلصتهم وخلصنا وريحتهم، وهريحك انت كمان، ريحتهم من ايه؟
انت ريحتهم من ايه؟ من الفقر. طب ما انت معيشهم في فقر طول عمرهم، ما حضرتك ما انتش لاقي تاكل وما انتش نافع في شغلانه، فهم كده كده منقوعين في الفقر مع سيادتك، ما انت اللي جبتهم في الدنيا، فانت ريحتهم من ايه؟ انت ريحتهم من ايه؟ هل مثلا هتطلب ليهم نفقه؟ لا، دول كبار، دول كبار، ما فيش غير الصغنانين اللي هي 15 سنه و10 سنين، يعني ريحتهم من ايه؟ انا مش فاهمه. كان ممكن ابنك ولا بنتك الكبيره دول يشتغلوا ويساعدوك والدنيا تبقى ماشيه كويسه، لكن انت اصلا ما انتش عايز تتقي ربنا فيها، يعني ان انت تكسر دراعها بالمنظر ده. واختها قالت قبل كده كسرت عليها الشاشه بتاع التلفزيون، وكل حياتكم خناق وفي مشاكل، في ضرب، في تكسير، واخر حاجه عملت لك محضر بموضوع تكسير ايديها. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ وعايزها ترجع؟ وعايزها ترجع بعد اللي انت بتعمله فيها ده كله؟ عايزها ترجع؟ ان ما رجعتيش اخلص لك على العيال، وبدم بارد قمت ذابحهم الاربعه. مفيش عيل فيهم صعب عليك، ده بالذات الطفل الصغير، يعني اصغر واحده عندك ايه من دور ابني، ربنا يا رب يحفظه ويخليه، يعني ده كفايه بس ان هي تبتسم لك او تبص لك. ازاي؟ ازاي قلبك جابك ان انت تخلص على الاربع عيال كده عادي؟ ما تخسر فلوسك ولا تخسر مراتك ولا تخسر حياتك ولا تخسر اللي تخسره، هما ذنبهم ايه؟ هما مالهم بفشلك؟ يعني للدرجه دي يا جماعه احنا وصلنا للدرجه دي؟ والله العظيم وانا بقرا عن الحادثه وبسمع الناس وهي بتتكلم اختها، وبسمع الشهود اللي في القريه قالوا، يعني احنا كنا بنشوف العيال دايما في حالهم، ودايما رايحين الكتاب، ودايما يعني رايحين المسجد سوري بيحفظوا قران، ودايما في حالهم كده، وعيال مؤدبه وامهم نفس الوضع، بيجوا يشتروا حاجه من السوبر ماركت بيمشوا في حالهم الكلام ده، قالوا عيال مؤدبه جدا. فيعني ليه ده يكون مصيرهم؟ ليه ده يكون مصيرهم؟ انا مش فاهمه. قالوا لكن ابوهم ده اصلا غريب عن المنطقه وغريب عن البلد، لان برضو اخت الزوجه قالت ان هم كانوا عايشين في حته تانية وباعوا الشقه وجم اشتروا شقه في البلد دي وقعدوا فيها، اشتروا بيت وقعدوا فيها. فبيقولوا هو غريب عن البلد، وكان بيمشي حتى مش شايف قصاده، ممكن يخبط في اي حد، وكان يمشي في طريقه وما يقولش حتى السلام عليكم لحد، يعني هو غريب اصلا. وده ما ياكدش ان هو عنده حاله نفسيه او ان هو تحت تاثير المخدرات، لا، ده هو انسان اصلا يعني كاره نفسه، كاره دنيته، فاهمين؟ مش اللي هو مش دريان بالدنيا، لا، هو دريان وواعي وكل حاجه، ولكن هو طبعه كده، هو طبعه كان هو منبوذ نفري، ما بيحبش حد، واضح ان هو جواه عدوانيه غريبه. ولكن العدوانيه دي توصل لاطفال، او مش هنقول اطفال بقى، شباب ما لهمش ذنب، حرام حرام. ام تعبت عليهم وتعبت لغايه ما ربتهم وكبرتهم كده، كل ذنبها ان هي اتخانقت معاه وسابت له البيت، كل ذنبها ان هي اخذت موقف وصممت على قضيه الخلع، هو ده كل ذنبها. اختها بتطالب بالقصاص، واحنا بنطالب باعدامه في ميدان عام، والله العظيم، واعدامه في ميدان عام على الهوا كمان، عشان يكون عبره لاي اب يفكر يعمل جريمة زي دين في ولاده. ده الواحد لما بيشوف فرخة قصاده يعني بتتذبح بيبقى بيترعش كده، ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ ايه ده؟ ده مش بني ادم، ده مش بني ادم. ويا ريتهم يعني حد غريب عنه، لا، دول لحمه ودمه، متخيلين؟ لا، وما كانش مكتفي، كان عايز الام كمان عشان يقتلها، متخيلين؟ يعني عايز يرتكب جريمة خمسة عادي جدا بالنسبة له، بقى متبلد الاحساس والمشاعر. واكيد المحامي بتاعه هيحاول يخرجه منها ان هو مريض نفسي او كلام من ده، لكن طبعا هيتكشف على قواه العقليه وهيتثبت ان هو سليم 100%، وان شاء الله هياخد اعدام باذن الله، وان شاء الله ده هيبقى القصاص العادل. وانا شايفه تعليقات كده غريبه بيقولوا ليه يا اهل مصر ليه الجرايم دي منتشره عندكم كده؟ والله العظيم في اي بلد في الدنيا ممكن يكون في جرايم ابشع من كده كمان، مش شرط في مصر، ولكن كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش، وبترجع لطبيعة الشخص نفسه والتربيته والحياته والبيئته والثقافته، ملهاش علاقة خالص بالبلد. فبلاش التعليقات الهجومية دي ويقولوا مش عارفة بسبب ايه وبسبب ايه، ملهاش علاقة خالص. وربنا يا رب يرحمنا من الاشكال اللي احنا بنشوفها ديا، ويعني يهدينا جميعا. اكتبوا رأيكم يا جماعة في الكومنتات، ايه اللي ممكن يوصل اب للدرجة ديا؟
او يوصل ام ان هي تكره عيشتها وترمي له حتى لحمها او يعني حته منها بحيث ان هي تخلص من ريحته خالص. طبعا يعني الاسباب واضحه، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. اشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.